هلا يا شريف. ايه ده؟ ده لايف؟ ده لايف. لا احنا طالع لا لا احنا بنسجل فيديو لسه. ده ما بيننا عشان احنا التلاتة كده. ايه بقى؟ بيقول لي على المغامرات. فبيقول لي لازم قلب يعني ميت. مغامرات مش شرط واحد يبقى ما بقوله. ممكن ناس بشنبات ما تعرفش تعمل مغامرة. اه طبعا. دي عايزة بص عايزة قلب ميت. قلنا له من الاول انتباه ده عايز قلب ميت. طلع معايا الاوردر بتاع فاكرين الحلقه بتاعت محرقه دمياط الراجل اللي ولع في مراته وولاده وطلعنا نواجه اهله راحوا مولعين فينا احنا كمان. سيبنا طبعا من الوان باج اللي شايلها لوحده وماشي في الاخر ده المخرج بتاعنا ومحدش هايله مخرج وراك مش مشكله. بس مع اول مواجهه نزلناها اللي هي كانت محرقه دمياط دي انا جريت ورا الست اللي بتتعجن ضرب وشاكر في ايديه الكاميرا بعد ما المصور اداها له وجري. شاكر صور ايه؟ صور الكروكس اللي هو لابسه بدل ما يصورني انا وانا بتضرب عشان نثبت الجريمه. الكروكس يا شاكر. فين اللانش بوكس؟ طب انت واقف بعيد والناس بتجري ورايا انا وتضربني. ما تصور وانت بعيد. من كتر خوفه وهو واقف بعيد عن الخناقه والخطر نزل الكاميرا ترصد لون الكروكس ومقاس رجليه. الحاجه الجارحه اللي قالها عليا وعمري ما هنساها له اني مذيعه تخينه. قد ايه كلامك جارح؟ حرام عليك يا اخي. ده انت زميل في رابطه الوان باج، عضو رئيسي في مركز شباب الترهلات. بس هو معاها انا بطلع على الكاميرا والكاميرا لوحدها بتتخن ومن زمان وانا عندي العشرة كيلو دول مجننني ونفسي انزله. بس من كام شهر انا كرهت حياتي وقررت اتخلص من اسوأ عشرة كيلو في حياتي اللي مكدرني في عيشتي. كان قدامي سكتين، الاولى الشفط والطرد والتدبيس والتكيس وسكة الجراح. هوب ادخل اوضه العمليات تخينه اطلع كونداليزا رايز. دي السكه السهله طبعا. لكن في السكه الاصعب، سكه الشقه، الحرمان، تكفير ذنوب الحياه الغلط، الجيم. من كام شهر اخدت العشرة كيلو زياده ورحت الجيم اكفر ذنوب سنين عشتها غلط. اللحظه القاسيه على اي تخين لحظه الميزان. فاصل.